السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ده الاي بيعمل لك كرييشن او بينشئ صور ما اتعملتش قبل كده، مش بيعمل سيرش، هو بيعمل صور جديدة. فده موقع نقدر نقول ان هو مصغر منه ميني، تمام؟ بتكتب الحاجة اللي انت عايزها وتقول له ران، هو بيبدأ يعمل لك كرييشن ليه. هو معتمد على موقع برضو شبيه بفكرة ده الاي، اللي هو ان انت تنشئ صور، تمام؟ كل عليك ان انت تكتب اللي انت عايزه وتقول له ران، وخلال الثواني يبدأ يعمل لك الصورة. للأمانة ده الإيه الأصلي هو أفضل، لكن حتى الآن بيحتاج إن حد يبعت لك انفيتيشن. عمل له صور كتيرة، تمام؟ وطبعا أنت لما تختار واحدة فيهم هو أوتوماتيك بيسجل عنده إن دي الأفضل، فلما بيعمل صور بيعتمد على التغذية العكسية من اللي أنت طلبته منه. طيب ده الإيه أهو، ده الأصلي. تكتب اللي انت عايزه وتقول له جنريت، وهو بيبدأ ينشئ لك صور. دي صور كتير انا كنت عملتها قبل كده. عمل اهي الصور، 4 صور بالشكل ده. تقدر تختار اي صورة فيهم، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تعمل لها ايديت وتعدل فيها، تمسح حاجة معينة مثلا، وهكذا.